ضحى تكشف حقيقة اتصال ميكس بها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد انتشار لقطة من لايف ضحى، كانت عم تحكي مع صديقتها المقربة سحر، وصديقتها حكت لها انه هلا رجعتوا اتصلتوا ببعض. طلعت ضحى بلايف تاني عم توضح للجمهور انه صديقتها سحر ما كانت عم تقصد ميكس بكلامها، وحلفت ضحى على اللايف. اترككم مع اللقطة ورأيكم بخصوص هذا الخبر. متضايقين مني ديما مجهورين يا جماعة، أقسم بالله مش اللي في بالكم سحر تحكي عليه، والله تحكي خاصة من بالله على بنت، والله على بنت. أنا قسمت بربي، جيبوا قسمت بربي على بنت. جماعة شوفوا، ضربت السيارة، لصق لي اللون التاكسي هون هون الضربة هاي حفيف الحمد لله. ده تشيل تشيل ضرب